النهارده عايزه اتكلم معاك في موقف انساني جدا من الدرجه الاولى يا جاد، وهفكرك كده باغنيه للكينج محمد منير، لا يهمني اسمك، لا يهمني عنوانك، لا يهمني لونك ولا ولادك ومكانك، يهمني الانسان ولو ملوش عنوان. الحقيقه الكلمات دي علقت معايا قوي في مخي امبارح وانا بشوف الموقف الانساني الجبار اللي كل العالم امبارح تابعه، وقد ايه ان الانسانيه هي الابقى، هي الارقى. الكلام ده بقوله طبعا بخصوص زي ما بقول لكم الموقف الصعب جدا جدا اللي حصل في مباراه الدنمارك وفنلندا، وسقوط لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن على ارض الملعب بشكل مفاجئ، لانه طبعا اتعرض لسكته قلبيه زي ما انتم شايفين كده في الصور. لكن خلوني اعلق بقى على اللي لفت نظري. طبعا ده وارد جدا يحصل في ملاعب كتيره وفي مباريات كتيره وشفناه كتير جدا وحتى عندنا كمان. اللي لفت نظري هو تعامل زمايله مع الموقف. الموقف طبعا حصل بشكل مفاجئ، لكن احنا اتفاجئنا بان كل زمايله التفوا حواليه حوطوه لعدة أسباب. أولاً علشان يمنعوا زي ما أنتوا شايفين كده في الصور اللي بتتعرض قدامنا، أولاً علشان يمنعوا الكاميرات من إن هي تنقل اللحظة دي ومحدش يتنمر عليه أو صوره تظهر أو تبتدي إشاعات مثلاً تطلع ده حصل إيه ما حصلش إيه. تاني حاجة علشان ما يخدوش أهله عليه، لأنه أهله أكيد بيتفرجوا وأكيد متابعين الموقف، فعلشان محدش يتخض لحد ما يحاولوا إن هم يحلوا المشكلة. مش بس كده، زميله اللي في نفس الفريق أول حاجة عملها أول ما وقع على الأرض جري عليه علشان يتأكد إن هو ما بلعش لسانه. أنا عايزة أقول لكم إن دي نقطة مهمة جدا جدا، يعني معنى كده إنه اللاعب فاهم في أساسيات التعامل أو أساسيات إسعافات الأولية يا جماعة، وده مهم قوي إنه يبقى موجود كمان في كل اللاعبين. مش بس كده، هم بعتوا يجيبوا زوجته علشان تنزل أرض الملعب علشان تطمن عليه وهدوها وبشويش. الأهم بقى اللي أنا عايزة أتكلم فيه أنا وجاد النهاردة هو الإسعافات الأولية اللي كانت موجودة مع الفريق الطبي اللي نزل الملعب يا جماعة. يعني مثلا هقول لكم كده بمنتهى البساطة، جهاز الصدمات اللي كان موجود مع الفريق الطبي، يعني أهم طرق أو الإسعافات أو الأجهزة الكبيرة اللي بتبقى موجودة في المستشفيات كانت موجودة في أرض الملعب، وعلشان ينقذوا اللاعب ده أخذ منهم 20 دقيقة. المباراة واقفة وكان ممكن تتلغي عادي جدا، لكن كانت حياة اللاعب أهم. أنا هنا عايزة أوجه كلامي لاتحاد الكورة، إنه ليه ما يكونش عندنا الأجهزة دي كمان عندنا في الملعب؟ لأنه إحنا عندنا لاعبين كتير بتتعرض للمواقف دي وشفناها قبل كده، وشفنا لعيب بلع لسانه وشفنا مشاكل، فعلشان كده إحنا محتاجين الأجهزة دي تكون موجودة، محتاجين كمان تكون اللعيبة فاهمة الإسعافات الأولية لحد ما الفريق الطبي ينزل للملعب ويبتدي ياخد إجراءاته، وما نشوفش كمان التعامل بالسرعة. يعني إحنا دايماً لما بنشوف لعيب بيقع أول حاجة بينزلوا بالسرير بتاع الإسعاف وياخدوا اللاعب ويطلعوا بيه بسرعة على الملعب، لكن يا جماعة الثانية بتفرق يا جاد، الثانية في عمر اللاعب بتفرق. هم سابوه 20 دقيقة لحد ما نزلوا بالجهاز وفعلا حاولوا ان هم ينقذوه لحد ما خلصوا خالص وبعدين شالوه والمباراة كملوها. بالظبط كده. يعني بصي امبارح كان في نقاش داير عن فكرة انه كريستيان إريكسن هو ضحية اللاعب اللي هو مضغوط جدا بضغط المباريات، كسب طبعا الدوري الايطالي مع انتر ميلان وبيلعب مباريات الكاس، بيلعب مباريات كتيره وتزاحم المباريات بيؤدي الى موقف زي اللي شفناه امبارح. ولكن دي مش قصتي خالص، احنا مش هنتكلم عن الزاويه دي خالص، احنا كصباح البلد بنتكلم في اهميه وجود فرق طبية وأهمية المسعفين في أي مباراة وفي أي رياضة، مش بس كرة القدم، أهميتها في إن هي ممكن تكون سبب في إبقاء لاعب على قيد الحياة من عدم، وطبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد إن هو يعني يمد في عمره أو لا. ولكن إن احنا بنتكلم في موضوع هام وحيوي جدا يخصنا كلنا، لأن الرياضة هي جزء من حياتنا، سواء احنا هاويين او لعيبه بقى بتلعب بشكل يعني مهني وبشكل مستدام في رياضات مختلفه. انا بس عايز اقف مع حضراتكم عند تسلسل الاحداث اللي حصل امبارح سريعا جدا. هو كان فعلا السبب اللي خلى كريستيان إريكسن يبقى موجود يعني وبيتنفس وشاعر بالدنيا حواليه، بدايه من اللاعب الخصم
اللي قرر ان هو يوقف اللعب ده اللاعب الخصم، ثم يجري لعيبه النادي لعيبه زمالك يعني المنتخب الدنماركي يجروا سريعا على كريستيان إريكسون ويجيبوه على جنبه علشان خاطر ما يبلعش لسانه وما يختنقش زي ما لميس قالت، لسرعه انتقال الفريق الطبي والمسعفين اللي تقريبا شايلين مستشفى متنقله على كتافهم بكل ما تحمله الكلمه من معنى، لانه اللي بتشوفه في المستشفيات ده موجود فعليا جوه الملاعب الرياضيه، وقد ايه هم اكيد فحصوا الاجهزه دي كمان مره واثنين وجربوها مره واثنين وثلاثه علشان قبل ما يخشوا الملعب تبقى الحاجات دي شغاله وجاهزه. يا فرحتي يبقى معايا اجهزه وانا ما صينتهاش، ما كشفتش عليها، ما عملتش الدور ده. الكلام ده اكيد مش موجود طبعا. فاحنا ده كان جزء مهم جدا. فاحنا هنا يعني مرورا بقى بحرمه يعني درس فكره حرمه المريض، وانت ازاي تحترم المريض وتحاوطه، وانه التلفزيون رفض ان هو ينقل الكلام ده على التلفزيون، وحرمة المريض دي كانت مهمة جدا. فاحنا صراحة دروس مستفادة، ويعني مش لازم بقى نتعلم من أخطاء، نتعلم من دروس نجحت امبارح شفناها الحمد لله. كانت فرق ما بين انه كريستيان إريكسون يبقى موجود على قيد الحياة الحمد لله بفضل ربنا طبعا في الأول وفي الآخر، ثم الناس اللي عندها ضمير وإتقان وإخلاص، كل واحد بيقوم بدوره، يعني كل واحد قام بدوره، وكل ده حصل في ثواني معدوده طبعا قبل ما الفرق الطبيه تبقى موجوده بتستخدم جاهز الصاعق الكهربائي وانعاش القلب علشان يعني يعيدوا يعني كريستيان إريكسون للحياه مره اخرى. دروس تحيه ليهم كلهم طبعا. وبالمناسبه روميلو لوكاكو اللي هو لاعب كريستيان إريكسون في نادي انتر ميلان كان بيلعب مباراه امبارح مع منتخب بلجيكا، ووقف وبعد ما سجل هدف بص للكاميرا وقال انا بحبك بحبك يا كريس، بينادي لزميله كريستيان إريكسون، وكانه متواصل وحاسس يعني وملم بالاحداث. الحمد لله. طبعا موقف انساني لازم كلنا نتعلم منه، ولازم كلنا نبقى واقفين جنب بعض، واساسيات الاسعافات الاوليه دي وكمان الاجهزه المهمه خصوصا جهاز الاي اي دي اللي كنا بنتكلم عنه اللي انقذ اللاعب، محتاجين يكون موجودين في كل ملاعبنا ومع كل الفرق الطبيه في كل المباريات علشان دايما ننقذ لاعبينا. موقف انساني حاولنا ان احنا نبدا بيه حلقتنا النهارده ونتكلم عنه.